في هذه الأثناء على افتتاح الملتقى الدولي مالو أعمال بعنوان شراكة بين القطاعين العام والخاص. الولاية سواء كانوا إطارات أمنية أو مدنية، سيد رئيس الغرفة وإطارات الغرفة، السادة الحضور، زملائي الأساتذة، يعني أتشرف أن أقول لكم زملائي الأساتذة، الحضور الكريم، إخواني صحفيين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا اسمحوا لي أن أشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن وفد المرافق سيد الوالي وكل أهل مدينة واد سوف على حفاوة الاستقبال في هذا اليوم الممطر. كما أنني جد مسرور أن أحظى بالمشاركة معكم في أولا المعرض المنتوجات الوطنية المختلفة، وكان لي الشرف مع السيد الوالي ومعكم أنتم على تدشينه، واللي أعتقد بأنه صورة مصغرة على الإمكانات الهائلة الموجودة في هذه الولاية التجارية، الاقتصادية، الفلاحية، السياحية، التي لها كل المقومات باش تكون ولاية رائدة، خاصة فيما يتعلق بالتصدير. لها مكانة في القطاع الفلاحي، لها مكانة في الصناعة، لها مكانة في السياحة. احنا نتمنى إن شاء الله أن تتبوأ مكانتها الحقيقية في ما يسمى بقطاع التصدير. كلكم تدركون جيدا بأن في الوقت الحالي، خاصة مع الاستحقاقات القادمة في سنة 2022، هذه السنة ستبدأ منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية في 1 جويلية 2022، ستبدأ في نشاطها، وبالتالي فالإمكانات الهائلة الموجودة على مستوى هذه الولاية والولايات 57 الأخرى تسمح لنا بأن نتبوأ أن نحتل مكانة مهمة، مكانة مرموقة ضمن هذا الفضاء التجاري. لذلك أنا جد سعيد عندما افتتحنا هذا المعرض ورأينا مختلف ما تجود به هذه الولاية والولايات الأخرى بمنتوجات بمعايير عالمية، معايير جودة من ناحية الشكل، من ناحية المضمون وغير ذلك، يخلينا نطمئن ويخلينا نتأكد في نفس الوقت على أن لنا شعب كثيرة يمكن أن نطور فيها التصدير إلى أرقام كثيرة، سواء في الفضاء الإفريقي اللي هو عمقنا ونعتز به، أو الفضاء العربي اللي هو عمقنا ونعتز به، أو الفضاء الأوروبي، أو ما بعد هذه الفضاءات. لذلك ما رأيناه اليوم يخلينا نصر، وما رأيناه في كل المعارض اللي كان لنا الحظ أننا رحنا شاركنا ودشنا، سواء في الغرب أو في الشرق أو في الوسط أو في الجنوب، لأن عندنا إمكانات كبيرة في عملية التصدير. لابد جميع القطاعات بدون استثناء، قطاعات التجارة، الصناعة، الفلاحة، الداخلية، المالية وغير ذلك، أن تشتغل مع بعض، لأن الهدف هو هدف أسمى، هو تطوير الصادرات خارج المحروقات. لكم لاحظتم أن السياسة الرشيدة والسياسة المبنية على أسس علمية اقتصادية التي سطرها السيد الرئيس السنة الماضية، واللي خلتنا نحقق الأهداف المسطرة ونحقق تصدير 5 ملايير دولار خارج المحروقات، هذه السياسة اللي رسم لها هذه السنة أنها تحقق 7 ملايير، واعتقد قلتها وما زلت أقولها وسأقولها وأؤمن بها، أن الإمكانات البشرية التي تحوزها الجزائر تخلينا أن نرفع التحدي، وتخلينا إن شاء الله في نهاية السنة أن نصل إلى هذه الأرقام، لأن الشعب الجزائري إذا أراد أن يعمل شيء يفعل شيء ويكون صادق يحقق هذه الأرقام.
وهذا ما تحقق في سنة 2021 بتضافر جميع الهيئات الوطنية والولائية، بتضافر جميع الجهود لمختلف القطاعات الوزارية، خلانا نلحق إلى هذه الأرقام. وأنا متأكد ما رأيته اليوم وما رأيته من قبل وما هو موجود عندنا في البطاقية الوطنية المنتوجات الجزائرية، أكثر من 400,000 منتوج، متأكد بأننا سنصل إلى ما تم تسطيره من السيد الرئيس في ظل مقاربة حكيمة، مقاربة علمية، في ظل تطبيق حرفي للحكومة لهذه المقاربة، أن نصل إلى ذلك. والدليل ما هو موجود فقط وما هو معروض فقط في، على سبيل المثال والحصر، في هذا المعرض رأيتم يعني منتوجات، يعني يفتخر الجزائري أن تكون هذه المنتوجات من صنع جزائري. هذا واحد. اثنين، فضاء الإفريقي وفضائنا، نحن جزء لا يتجزأ من هذا الفضاء، وهذا هو مستقبلنا. وبالتالي دخولنا إلى منطقة الزليكاف كاستيراد وكتصدير، يعني نبيعوا لخوتنا ويبيعونا. احنا نبيعوا لإخواننا في موريتانيا وفي السنغال وغير ذلك، وأيضا سوقنا يستقبل منتوجاتهم في إطار مقاربة ربح ربح، هي التي سوف تحقق الاستراتيجية الرشيدة اللي بناها السيد الرئيس في الوصول إلى الأهداف المسطرة في سنة 2022. ثم تعرفوا بالاستراتيجية تبنى ليست سنة، سنوات، لكن في كل استراتيجية في محطة. كانت المحطة في 2021 هو 5 ملايير، والحمد لله بفضل هذه الاستراتيجية الرشيدة وبفضل المخلصين في هذا الوطن وصلنا إليها. المرحلة الثانية الوصول إلى 7 ملايير، ونحن نجزم ونعتقد بأن سنصل إليها لما لا أكثر، وستكون 2023 و24 إلى آخر، لأن الجزائر جزائر الجميع، جزائر أبنائها كلها، وبالتالي كل واحد فيكم راه يساهم في جهته باش نصل إلى، عندما نوصل إلى التصدير بهذا المنحة، يعني هذا يدل على تطوير قطاع الصناعة بمختلف شعبه، يدل على تطوير قطاع الفلاحة بمختلف أنواعها، يدل على تطوير كل القطاعات الأخرى. لأن باش تصدر لازم لك نقل، باش تصدر لازم لك لوجيستيك، باش تصدر لازم لك منتوجات. عندما تصل إلى هذه الأرقام يعني نحن في الطريق الصحيح الحمد لله، أمور تحسنت وستتحسن أكثر وأكثر، لأن نحن الطاقم الحكومي نشتغل كرجل واحد من أجل تذليل كل الصحة، لأن ماهوش سهل التصدير. لكن كل هيئات ومديريات في كل ولاية هما تحت سلطة السيد الوالي، تجارة، مالية، فلاحة، صناعة، تحت سلطة السيد الوالي، باش تفتحوا المجال مثل هذه الأيام الدراسية، باش تعرفوا إخوانكم سواء كانوا شباب أو غير شباب، تعرفوهم كيف يتم التصدير، كيف تتم مرافقة الحكومة. أقول الحكومة ولا أقول الوزارات، لأن كل الوزارات هي جزء لا يتجزأ. كيف التجارة، كيف الفلاحة، كيف الصناعة، كيف إخواننا في الجمارك، كيف الضرائب، كيف إخواننا في الأمن، لأن الجماعة اللي يتصدر على إفريقيا عن طريق البر دور كبير تلعب السلطات الأمنية للمرافقة والمساعدة حتى الوصول إلى بر الأمان في البلد الآخر. لذلك هذا عمل مشترك نفتخر أننا جزء منه، وكلكم جزء من هذا، المصدر جزء، الفلاح جزء، التاجر جزء، المنتج جزء، الصناعي جزء، الإداري مهما كان هو جزء. هذا هو التعامل بين جميع أطراف وأطياف هذا المجتمع في مختلف الولايات إلى أن نصل إلى تصدير حقيقي. إن شاء الله سنصل إلى يوم من الأيام كما تكلم عليه السيد الرئيس أننا نصدر 15 مليار خارج المحروقات، لما لا ولما أكثر، هكذا على الأقل يكون بدأنا ننعتق شيئا فشيئا من المحروقات، يصبح البترول لأشياء أخرى للتجهيز وغير ذلك. هذا الشطر الأول، لأن أصالة عن نفسي ونيابة على الجميع أشكر كل المساهمين اللي ساهموا فيه في المعرض، سواء الغرفة التجارية، مديرية التجارة،
إخواننا في الجامعة، مختلف المديريات الأخرى، صناعة، فلاحة، جمارك وغير ذلك. ولا ننسى الإدارة المحلية من السيد الوالي، من السادة رؤساء الدوائر، من السادة رؤساء البلديات، فلكم جزيل الشكر على هذا الجهد المبذول. وأيضا نشكر المتعاملين اللي جونا تقريبا 58 ولاية على هذا الجهد المبذول، نقدم صورة للمنتوج الجزائري في إحدى الولايات المهمة اقتصاديا تجاريا، ألا وهي واتسوف. نريد أن تأخذ مكانتها الحقيقية في التصدير. أتمنى إن شاء الله من واتسوف على ما نصدروش مليار جملاير ثلاثة أو الأربعة، لماذا؟ عندكم كل المقومات، كل القدرات، كل الإمكانات للوصول إلى هذه الأرقام، لكن بشرط تتعاونوا وديروا اليد في اليد بين جميع أبناء هذه الولاية بمختلف الإدارات. تحطوا اليد في اليد فيما بينكم مع إخوانكم المصدرين، مع إخوانكم الفلاحين، المنتجين، الصناعيين، باش نوصلوا إلى هذه الأرقام. وليست هذه الأرقام صعبة على الجزائري، كنت تعرفوا الجزائر اختبر في كثير من الأحيان وأثبت جدارته وأثبت قوته وأثبت مكانته. بالنسبة للشق الثاني، لأن أفتخر أنني أتواجد معكم ولم أنسى قبعة أنني أستاذ جامعي، أشكر جامعة واتسوف على أولاً المشاركة مع إخوانهم. هذه هي الشراكة، غرفة تجارية قطاع خاص، صح هي هيئة من هيئات وزارة التجارة، لكن أعضاؤهم تجار صناعيين، وأنتم ممثل القطاع العام. أشكركم على هذا العمل المشترك، هذا اللقاء المشترك في إطار تعاون شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي. كلكم قطاع تابع للدولة الجزائرية، كلكم تحت مظلة هذه الدولة الجزائرية، وبالتالي سواء كنتم قطاع خاص أو كنتم قطاع عمومي فأنتم جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الجزائرية. المؤسسات الخاصة هي مؤسسات جزائرية، نحن سنحمي هذه المؤسسات مثل ما نحمي المؤسسات العمومية، لأنها في الأصل هي مؤسسات جزائرية بغض النظر على مالك تلك المؤسسة. وبالتالي عندما تكون شراكة حقيقية مبنية على أسس ثابتة قوية، أسس علمية في مختلف الميادين، ستؤتي بثمار جيدة. شراكة بين الجامعة والغرفة جاتنا بهذا المؤتمر، بهذا اللقاء، لستتناقح فيه الأفكار وستتناقح فيه الطروحات، وسوف يقدم الأستاذ الجامعي رأيه الأكاديمي في مستقبل هذه الشراكة بين القطاعين، ويقدم الصناعي والفلاح والتاجر رأيه في منظوره لهذه الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، لأن هذه الشراكة شراكة خير، شراكة ذات أهداف وطنية، حتى وإن تكون أهداف مالية أكيد الشراكة فيها ربح. عندما تكون بين القطاع العام والقطاع الخاص هي شراكة مبنية على الربح. وبالتالي أشكركم جزيل الشكر أنكم مكنتونا أننا نكون ونشارك معكم، ويكون لنا الشرف في إعطاء يعني إشارة بداية هذا المجمع المبارك. وأشكركم أيضا أنكم بدأتم تفكرون في هذه المسألة. إحنا عندنا مثل يقول لك يد واحدة ما تصفق، لكن كي يكونوا اليدين مع بعض تصفق. القطاع العمومي وحده ما عادش يحقق النتيجة اللي نرجوها، القطاع الخاص وحده ما عادش يحقق النتيجة نرجوها، لكن بتضافر جهود القطاعين سنحقق أكثر مما نتصوره. وبالتالي اختياركم هذا الموضوع في هذا الوقت، لأن فيه مشروع على مستوى الحكومة فيما يتعلق بتأطير هذا القطاع، هذه الفكرة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي، إن شاء الله يتجسد. أنتم سبقتونا يعني بتفكيركم، لأن هذه الطرق. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا، كانت هذه كلمة لوزير التجارة من الوادي الذي أشرف على افتتاح الملتقى الدولي مال وأعمال وشراكة بين القطاعين العام والخاص.